الدور خضر طالع الاخر جاي حارق الضو من اللي شكون هو الاخر مول الطوبيس ضربوا ببوعو هنا جايب واحد السرعه كاع ما تخيل انت كاع خرجنا كاملين من القهوه الناس اللي غادي قاطعين على رجليهم بزاف هادشي الطوبيسات راه دايرين فوضى السيد قاطع الضو الاحمر غادي عنده الخضر مول الموتور هو غادي جا الطوبيس جاي بسرعه ضرب السيد لا حوز قال جوج الناس جايين قاطعين الطوبيسات هاد الناس راه دايرين فوضى في هاد الشارع هذا وكنطلبوا من المسؤولين يديروا لنا حل هادو راه عاطين الطوبيسات كيسوقوهم الدراري الصغار وكيتفلوا في الطريق وراه دايرين فوضى كيعطيهم التراجي باش كيخدموا راه ما يمكنش هذا الشيء فور هذا باش باقي جديد وكتعطي الطوبيس كتعلموا وكتعطيه دغيا كتعطيه يقول هاك سير دور لالين راه ما يمكنش راه كتكون صعيبه وبنادم هاز 100 بلاصه راه صعيبه خاص بلا تكون عندو واحد الجري وحده وتكون عندو واحد ما كاينش شي سائق اللي لائق كاين الدراري الصغار اللي شد بيرمي كيعطوه الطوبيس كاين الدجاج مهرس الناس غادا مع الساعه الصباح وفركع فيها البرد ما كاينش شي امن بعدا اللي غيوقف هنا في الشارع اللي قابل ستوبات كيجي مكسيري اقل سرعه عندهم هما هنا 120 بدا حارق في البلايك الناس مزاحمه الناس ما كاينش المكان اللي غتريح فيه ما كاينش المكان اللي غتريح من غير اسعاف حنا كنشوفوا غير هاد وسائل النقل كيقولك وسائل النقل جديده خاصه ما كاينش غير من حاله الطوبيس هذا يبين لكم غير هذا بعدا نظره معينه شكل زوين ما تبقى ما تلقاش شي مكان اللي مزيان غتلقى الشيفور اقل حاجه تلقى عنده 24 كاع 30 عام والسرعه ملي كدوي معاه كيقولك لا حق البلاكه لا حق تعطلش واش هذا الشارع ديال السرعه من غير فيروس الشارع ديال السرعه اللي كان هذا محدد عندنا احنا السرعه على السيارات الصغار كيمشيو بشويه